بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا هذا الفيديو أهدي للأخ العزيز سيد مرتضى الموسوي والأخ العزيز محمد رمضان، يعني نزولا عند طلباتهم رادوا شلون راح التقط قمر الهسبسات أو كيفية التقاط القمر الهسبسات 30 درجة غربا على طبق حجم 100 سنتيمتر. طبعا قبل يعني اروح للطبق حتى يعني اراويكم ايش قد ارتفاع الذراع الكلي من الخلف، يعني من اعلى نقطه الى اسفل يعني القاعده، وشلون طريقه يعني الاولمبي شلون مخليه لاقط، ووجه الصحن يعني او العفو وضع الصحن شلون. مثل ما تشوفون طبعا انا هذا جهازي هسه انا على الفايندر، وضعت على الفايندر زين، والخاطر مصحت الشاشه. طبعا المكان صراحه تشوفونه يعني انتم بعد من يومكم تحكمون، يعني بصراحه يعني ما عندي مكان حتى اخلي مكان شوي يعني نوعا ما بيه صعوبه. هسه مثل ما تشوفون هذه القنوات اللي موجوده يعني حاليا عندي زين، هذيك قناه روسيا تودي يعني الاسم باللغه الاسبانيه، وطبعا حتى يعني باقه سبورت تي في، بس هذه مشفره مثل ما تشوفونها، هذه مشفره يعني ما تفتح عندي زين، ما تفتح عندي لان يعني الجهاز ما يفتح تشفير صراحه زين. وهذه ايضا هم يعني مثل ما قلت لكم باقه سبورت 1 و 2 و 3 و 11 سبورت، يعني كلهن اجن بهذا الطبق، كلهن اجن بهذا الطبق. مثل ما تشوفون هاي قنوات سبورت 1 و 2 و 3 اخوان قدامكم. فخلي ارجع هسه، خلي ارجع لل هاي طبعا قناه كانال دي تيست مثل ما تشوفونها، يعني هي هسه حاليا يعني مشتغله بس ماكو اي شيء يعني حاليا للمعروض. هسه راح اراويكم ان شاء الله اروح للطبق وشوفون شلون شكله. هذا الطبق اخوان، هذا الطبق، هاي وضعية الطبق، شوفوا هذه وضعية الطبق. يعني يصير مكوس شوية يعني للأرض، وهذه وضعية اللاقط، هذه وضعية اللاقط مثل ما تشوفون، هذه وضعيته. يعني بصراحة ترى عذروني يعني المكان شوية ضيق ومكان صعب، يعني ما أقدر يعني أفوت. شوفوا حتى خافوا تقولون الله شهر، شوفوا هذا المكان يعني تانكي مال مي، وشوفوا هذا الطبق شلون، هذا خليني أرجع لي ورا، يعني الله شاهد شوية الخاطير الولد يعني سيد مرتضى والأخ محمد رمضان، بين ما شوية خف لأن كانت عندنا شبه العاصفة هواء عالي، بين ما خف الهواء صعدت حتى جبت هذه اللوحة يعني مال الخشب وصعدت، لأن المكان جدا ضيق. هسه راح أشوفه شلون، المكان صعب صراحة. شوفوا إخوان هسه راح نعطيكم قياس الارتفاع من أعلى نقطة، جدا من أعلى نقطة مثل ما تشوفون، ها زين اسفل شيء 129 ضبط 129. خلي اراويكم ايضا من هنا في يعني شوفوا مكان الطبق حتى تشوفون بعينكم، شوفوا من جوا كل شيء ماكو، شوف زين هذه وضعيه اللاقط، وهذا الاتجاه مالته، هذا قمر النايل سات. شوف خلي ارجع لي ورا حتى تشوفوا الاتجاه بين الفرق بيناتهم، هذا قمر النايل سات وهذا قمر الهسبسات زين، هذا قمر الهسبسات. يعني ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق سيد مرتضى اخ العزيز والاخ العزيز محمد رمضان، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. وقمر مو صعب الله شاهد مو صعب، يعني خلال 5 دقائق التقطته، بس تعطلت لان بين ما صعدت هاي اللوحه مالت الخشب وضبط مكان الطبق، يعني خلال 5 دقائق التقطت القمر. تحياتي لكم جميعا، اخوكم نوفل الخفاجي.